الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي وإياكم في هذه الأمسية التي أسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها، في ما جلسنا إليه من العلم والتعلم تحت عنوان الفتنة الجديدة. والفتن عموما ليست جديدة، ولا أقصد بذلك أي بكلمة الجديدة أنه ظهرت عندنا فتنة لم تكن في سابق الأيام، إنما الفتن متكررة وتظهر كل يوم بشكل جديد. ولكن أعني بالجديدة أي علينا، فظهرت في الآونة الأخيرة أنواع وصنوف من الفتن ما عهدناها في سابق الأيام. ففي الورقة التي أمامنا فصول 3 أو 4 أعلق عليها إن شاء الله تعالى بسرعة، وأدعو بعد ذلك المجال لأخينا الشيخ أحمد البدوي ليدلي بما عنده من تعليق وإضافة. معاني كلمة الفتنة في القرآن، قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى الإمام الجهبذ شيخ الإسلام في هذا العصر، قال: والفتنة من الألفاظ المشتركة، أي تضم هذه الكلمة في طياتها معان كثيرة وتعبر عن مدلولات مختلفة. قال: ومنها وهو أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، فأعظم فتنة الإشراك بالله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عليه رحمة الله معلقا أي على هذه الآية، قال: والفتنة الشرك. ولعله إن رد، يعني المخالف، إن رد بعض قوله، يعني بذلك إن رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه، يعني بسبب ذلك. الإنسان قد يرد حديث من الأحاديث بعد ما تبين له وظهر له وظهرت له دلالته، يرد الحديث، هذا من أسباب الزيغ والفتنة، لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
ونقل الأثر صاحب فتح المجيد، ونقله الإمام محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في المتن، في متن كتاب التوحيد. إذن أيها الإخوة الأحبة الكرام، من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي، لا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. وفي هذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة، لما اختلف مع بعض الناس في مسألة التمتع بالحج إلى العمرة، قال لهم: أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قال العلامة الفوزان معلقا: وتعليق ذا يكتب على الجبين بماء الذهب. قال: انظر إلى هذا الوعيد الشديد في اتباع خير الناس، انتبه للكلمة دي، في اتباع من؟ خير الناس بعد الأنبياء، وهم من؟ أبو بكر وعمر. قال: في اتباع خير الناس بعد الأنبياء بغير دليل، فكيف باتباع لا من هو في العير ولا في النفير؟ إلا أنه يجيد شغشغة الكلام. تعليق في الصميم: نحن في أمس الحاجة أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام، لكي ندرأ الفتنة عن أنفسنا، عن أدياننا، وعن مناهجنا، أن نرجع إلى السنة، نتمسك بها ولا نتعصب لأقوال الرجال. أنا بكرر الكلام ده كثير، ويكاد يكون في أغلب المحاضرات والكلمات في الآونة الأخيرة، لأن بوادر الفتنة التي أراها سببها أو من أسبابها العظام التعلق بالأشخاص وترك الدليل. فتن تقوم يروح ضحيتها أفاضل كانوا يحسبون من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الديانة، ما ضلوا إلا بسبب التعلق بالأشخاص وترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التعليق الأول: من معاني الفتنة الشرك، وهو أعظمها كما قال العلامة ابن باز، لأن من وقع في الشرك ما ترك شيئا، وليس بعد الشرك ذنب أكبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر، فهو أعظمها وأقبحها الشرك بالله تبارك وتعالى. ويكفي فيه قول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شرك أعظم ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بالتوبة منه، ومن مات مشركا بالله دخل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا اعلم أن الشرك مع أنه أكبر الذنوب وأشنع الذنوب، الشرك قد تقود له المعصية. المعصية ذول لو يتهاون بها ممكن توصل الشرك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. شوف النازل وصل إلى مرحلة، مرحلة الكفر بالله وقتل منه النبيين. السبب شنو؟ لكن آخر الآية ربنا قال: ذلك
بما عصوا وكانوا يعتدون. ما تألف المعصية، ما تتعود عليها، لا تعتمد على نصوص الرجاء في التوحيد وتستهين بالمعاصي، تستهين بأموال الناس تأكلها وتجرم عليهم، وتستهين بكلامك تقول أي حاجة دايرة، وتستهين بنظرك، وتستهين بعلاقتك إن كنت طالب في جامعة أو لك احتكاك بالنساء، تستهين بالعلاقة مع النساء فتتوسع وتتكلم وتخاطب وتغازل. إذا استهنت بالمعصية قادتك إلى ما لا تحمد عقباه، قد تقود إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. طيب، ثانيا من معاني الفتنة القتل. القتل من الفتنة، قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ففتنوا المؤمنين أي قتلوهم. أيضا من أنواع أو من معاني الفتنة العذاب، قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا في حق الصحابة الذين هاجروا من أوطانهم في مكة إلى المدينة فرارا بدينهم من بعد ما فتنوا بالعذاب، فعذب بلال وعذب صهيب الرومي وعذب من عذب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. وأيضا قول الله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ومنه أيضا قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فتنة الناس أي عذاب الناس من الأذى اللي بيلحق من الناس جعله كعذاب الله. طيب، رابعا عذاب جهنم أيضا يسمى فتنة، قال تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. فتنة عذاب، شجرة الزقوم من أسوأ أنواع عذاب جهنم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الطلع الثمار بتاعتها كأنها رؤوس الشياطين من القبح. أحد الناس استشكل قضية تمثيل برؤوس الشياطين، قالوا كيف تمثل برؤوس الشياطين والناس ما شافوا رؤوس الشياطين ذاتها. ابن كثير عليه رحمة الله قال ومعلوم بالبداهة، يعني بالبداهة وبالفطرة البسيطة، أن الشيطان الملعون الخبيث لا بد أن يكون قبيحا، ولهذا مثلها الله تعالى برؤوس الشياطين، وإن كنا إحنا ما شفنا رؤوس الشياطين ذاتها. طيب، هذه فتنة أي عذاب. خامسا الفساد والضلال. الفتنة بمعنى الفساد، بمعنى الزيغ والضلال، قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية من سورة آل عمران، وانتبهوا أيها الإخوة، الآية فيها مسألة لطيفة ومهمة جدا. شيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ. أصلا هم شنو؟ زايغين أصلا. انتبه، يعني ما أضلهم المتشابه، إنما هم زايغون أصلا زايغون. فنتيجة لزيغهم اتبعوا المتشابه. عرفتوا؟ يعني ما بنقول أضلهم المتشابه، لا، ربنا ما قال أضلهم المتشابه، قال فأما الذين
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لأنه قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، وبدأوا معه في المساومات وابتغاء التنازلات. اليوم أهل البدع بيحاوروك أنت السلف صاحب الحق، دارين منك شنو؟ تنازلات، دارين منك ترجع لورا، قول لك منهجك ده كويس ونحن معاك، بس ما تذكر جماعتنا دي، دارين تنازلات. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذن النتيجة شنو؟ لاتخذوك خليلا، أي صاحبوك لو نزلت اليوم أنت على مرادهم، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك. الخطاب لمنو يا أخواننا؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ونحن كيف نحن؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. أخواننا الخطاب ده صعب جدا بالنسبة لنا نحن. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاغ ولا ينبغي له ذلك أبدا، لكن الخوف علينا نحن. طيب، سادسا الاختبار والابتلاء. قال تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار. ومحاضرتنا الليلة بتدور على المعنيين الآخيرين، معنى الفتنة أي الزيغ والضلال، والفتنة بمعنى الاختبار والامتحان. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ربنا ممكن يبتلي ناس بالمشقة والضنك وسوء الحياة وضيق العيش والأمراض والسجون والابتلاءات، ربنا يبتليهم بها. لماذا؟ ربنا قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون، عشان ترجع لله. يبتليك بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلما جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات من سورة الأنعام. طيب، فعندنا الابتلاء يكون بالشر ويكون بالخير. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة، تفتتن أنت في أولادك وفي مالك. طيب، أما الفتنة الجديدة التي أعني بها الزيغ والانحراف الذي أصاب أقواما تظاهروا بالسلفية وأخطأوا سبيلها، وهي مزيج من الشبهات والشهوات التي تلبس بها أدعياء السلفية وتشربوها وظهروا على حقيقتهم عند الاختبار.
لما جاءت الفتن وجاءت الامتحانات والاختبارات ظهروا على حقيقتهم مصداقا لقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يترككم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يميز الخبيث من الطيب؟ بالفتن، يعني الاختبارات. في امتحانات بتحصل. قال العلامة الفوزان: وذلك بالفتن التي يجريها الله على عباده. يعني في اختبارات. انت داير طريق الجنة مفروش بالورود، ما فيه عقبات، ومهيئ قدامك، ما فيه محن ولا ابتلاءات ابدا، ده ما بيحصل. ولهذا قال الله تعالى، انتبه للتي بعدها، قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ربنا ما أطلعنا على الغيب، نحن بشر لا نعلم الغيب، نحن لا نعلم الغيب، ولا الرسل لا يعلمون الغيب. فيأتي الإنسان من أهل الزيغ والانحراف فيتلبس بلباس الدين ويتزيى بزي المؤمنين وأنت لا تعلم، والعلماء لا يعلمون، والصالحون لا يعلمون، والرجل متلبس منافق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أنتم ما بتعرفوا الغيب، يكون جالس بين أظهركم ويخرج ويأتي معكم ويطلع وينزل معكم من يتلبس بلباس الدين، هذا لا يكتشف إلا عند المحن والفتن والاختبارات. حتى إذا جاء يوم أو يوم الاختبار ظن ذلك الرجل أن هذه هي مهلكة المؤمنين، فأظهر عن حقيقته وكشف عن وجهه: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يتلبس بزي المؤمنين زمن تلقاه قاعد وهو في الحقيقة مندس، إما مندس من أهل البدع، وإما مندس من أهل الكفر والزندقة، وإما مندس من أدعياء السلفية ومن الحزبيين، لن ينكشف إلا عند الاختبارات والامتحانات. المنافقون المجرمون ما ظهروا إلا بعدما ظن بعضهم في بعض المواقف أن الإسلام ستقطع شأفته وسينتهي الإسلام، لما تحالفت الأحزاب حول المدينة وغزت المدينة، وظن منافقو بني قريظة إن الإسلام خلاص انتهى، فكشفوا عن غدرهم وخيانتهم. وهذا يا إخواننا مثال نحن بنطلع عليه في السيرة، لابد أن نستفيد منه. نحن عندنا في صف السلفية من اندس زمنا، لما جاء اختبار أول طلعوا برا، جاء اختبار ثاني طلعوا ناس، جاء اختبار بعده طلعوا ناس، وهكذا هي الفتن والامتحانات. وبالتالي الشيخ الفوزان يقول: وذلك بالفتن التي يجريها الله على عباده، وما كان الله ليطلعكم على الغيب فأنتم لا تعلمون الغيب، ولكن الله يجري الفتن لتظهر لكم بمواقفهم وكلماتهم التي تخرج أضغانهم وتظهر ولاءهم لأهل الباطل.
هذا الكلام نقلته عن الشيخ الفوزان بتصرف في العبارة يسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. شوف بالله لخصك الكلام ده كيف. ابن تيمية العالم المحقق الإمام رحمه الله تعالى قال لك الفتنة من واحد من أمرين: إما من ترك الحق، ويدخل في هذا من ضل وافتتن من أهل البدع ومن أهل الحزبيات المقيتة، افتتنوا في دينهم وضلوا وزاغوا عن الصراط المستقيم بسبب ترك الحق، تركوا الدعوة إلى التوحيد، وتركوا محاربة الشرك والباطل، وتركوا التكلم عن أهل الشرك ودعاة الشرك والمنكر، تركوا هذا الحق الواضح، وذهبوا وجالسوا أهل البدع وعاشروهم، جلسوا معاهم وأحبوهم ووالوهم، تركوا الحق. وبعض الناس ترك الصبر، بتجي مرات فتنة ويظهر على واحد من أخوانك ولا من مشايخك، تظهر عليه أخطاء، الواجب الآن الصبر والمناصحة، الواجب علينا إذا كان زول أخونا وحبيبنا أو من مشايخنا وظهر عليه شيء من الخطأ غير معتاد عليه ولا يعرف به، وهو يعرف بالاستقامة وحسن السيرة على المنهج، لكن زول غلط وأخطأ في مسألة لو كانت منهجية ولو بدعة من البدع، الواجب ننصحه بالتي هي أحسن وبالرفق، ونأخذ بيده ونجره إلى الحق جرا، ونعينه على نفسه لا نعين الشيطان عليه، ونصبر عليه حتى إذا تبين أنه زلل وخطأ عارض ورجع منه وتاب فالحمد لله رب العالمين. أما لو تبين أنه صاحب هوى وصاحب ضلالة تبرأنا منه. والبراءة سهلة، لكن القضية تبقى في الصبر. الناس اللي تفلتوا من ركب السلفية، إما أنهم تفلتوا تماما وخرجوا إلى أهل البدع، أنا المقصود بين نوعين، في ناس بيقولوا أهل بدع عديل، أنا بعرفهم هسه، هم بيقول لك سلفيين وكده لكن كذابين، ما عارف رقبتهم، ديل أهل بدع عديل. ومنهم من صار من فساق السلفيين، السلفيين فيهم واحدين فساق، النوع اللي بيكذب وبلف وبدور هذا قد يكون من فساق السلفيين، ما ترك المنهج بالكلية، لكن اللي والى أهل البدع ودافع عنهم وذب عنهم هذا من أهل البدع ولا كرامة، ده مش خلاص معاهم يلا يروح. فاللي بتكلم عنه هنا داخلين في الصنفين الاثنين دي. طيب، فهنا في ناس تركوا الصبر وخرجوا على إخوانهم ونابذوهم وبارزوهم بالعداوة والأذى وأحدثوا فتنة، الناس شافوا منا ما شافوا وكلكم عارفين. شباب قبل كده تكلمنا معهم لما بدأت الفتنة بتاعت الدجال، ونحن في الأول صبرنا عليه رجاء إنه ينصلح حاله، وناصحناه مرات وكرات، ذهبنا له في بيته جلسنا معاه وفي غير بيته جلسات طويلة ومناقشات بالكتب، مناقشات علمية رجاء إنه ينصلح ويتوب. الرجل أصر على الباطل بتاعه، صبرنا عليه فترة من الزمن، بعض الشباب استعجل ما صبروا، تركوا الصبر الذي أمر الله تعالى به، فخرجوا على إخوانهم وسبوهم ولعنوهم وشتموهم، وأظهر الله تعالى أضغانهم. هم ما سببهم إنه أخوانهم ارتكبوا بدعة ولا ضلالة، لا، هذا مو سببهم، والذي يظن هذا واهم ومخدوع ومغفل،
هؤلاء سببهم ما في بطونهم وأحشائهم من الأحقاد والغل والحسد. هؤلاء ما خرجوا نتيجة خطأ يستحق الخروج ويستحق هذا العدى والفجور في الخصومة وافتيات الكذب والأباطيل، ما يستاهل ده كله ولا يستحق. لكن هؤلاء لما كانت قلوبهم تغلي كالمراجل حقدا على أخوانهم الذين ميزهم الله بشيء من علم أو خطابة أو نحو ذلك، خرجت أضغانهم بس لقوا الفتنة ديك وقت مناسب فخرجوا فيها. ولهذا أيها الإخوة الكرام، احذروا من أمراض القلوب، ناس في أمراض مرتكزة في قلوبهم، القلوب ما نظيفة، لما دخلوا الدعوة ما دخلوها لله، ما دخلوها نصرة لدين الله، إنما دخلوها لكي يبرزوا في الساحة وتكبر أسماؤهم ويشار إليهم بالبنان ويتخذوا مرجعيات ويقال شيخ فلان خرج وشيخ فلان جاء شيخ فلان طلع وسماحة الشيخ وأفيدونا أثابكم الله، دايرين دي. ومن أراد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا تبتغي بعملك الدين الدنيا، الدين لله، خلي الدين يكون خالص لله سبحانه وتعالى، تربى على هذا وإلا ضع القلم، خذ القلم والورقة هنا، لو دار دنيا أمشي، ناس الدنيا شغالين بجاي أمشي، ناس السوق شغالين، ناس الجامعات شغالين، أمشي، الدنيا محلها يا أخي، الدنيا محلها موجود. لو دار شهرة دنيوية أمشي أبقى فنان، وهذا حرام ولا يجوز ومنكر. لكن أشد منه نكرانا أن تدخل في الدين وأنت تريد الدنيا، هذه معصية من المعاصي، لا تفسد دينا ولا تخرب منهجا، معصية من المعاصي والذنوب، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لصاحبه. لكن كونك تدخل في الدعوة وأنت تريد الدنيا، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك في النيات، هذا من الشرك الخفي. أحذر أيها المسلم، أحذر من هذه الفتنة. طيب، فمن مظاهر الفتن، عنوان من مظاهر الفتن، الأول عقد الولاء والبراء على الأشخاص. مما تلقى الشاب هم كله إنه أنت توافق في شيخه، الانتماء إلى شيخه، وأن تعزو الكلام إلى شيخه، وأن ترجع إلى شيخ معين. أعرف أن هذا على هوى، السلفية لا تعتمد على إنسان معين، السلفية ترجع للكتاب والسنة. نحن لا نربي أنفسنا ولا إخواننا على التعلق بشخص معين أو بأشخاص، زي ما يفعل الآن بعض اللي بيسميهم شيخنا شيخ محمد، سميهم بالصعافية، ديل كل همهم أو أغلب همهم أن توافقهم على اتباع كلام رجل معين، لأنهم بيظنوا مش محبة في الشيخ ولا تعظيما له، ما تظن إنه تعظيم للشيخ ولا هم ما أعطوا الشيخ حقه أبدا، هم خسيسون، ما همهم إعطاء مكانة للعلماء، إنما همهم وغرضهم الأول أنهم ظنوا أن الشيخ يوافق
يوافقهم على أهوائهم. وإنه أنت لو سمعت كلام الشيخ حتمشي على الهوى بتاعهم، ظنوا هذا نتيجة لمعلومات معينة قدموها للشيخ، واستخرجوا فتاوى محددة تخدم أغراضهم. والشيخ بشر ما يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتيني الخصم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء خصمان واحد منهم ألحن بالحجة من الثاني، اللي بيكون أفصح ويقدر يعبر عن حجته ببلاغة وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له، وهو رسول الله وسيد الوراء، فما بالك بالشيخ فلان والعالم فلان. قال يمشوا له ويحيكوا المؤامرة ويستخرجوا منه الفتوى اللي عايزينها، وبعد ذاك شان انت تكون تبع لهم. ولهذا يدخلون في السلفية قواعد باطلة. مفاد شنو القاعدة دي؟ في النهاية لابد توافق كلام الشيخ، ولو ما وافقت أنت تطعن في الأشياخ، في الكبار، في العلماء. ولهذا لا ينصلح حال أمثال هؤلاء إلا أن يرجعوا إلى السلفية من منابعها ومصادرها، وأن يعرفوا ويعرف الجميع أننا لا نقلد أحدا من الناس في ديننا، إنما كل من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد. الذي لا يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد قوله ولا فعله ولا تقريره، إنما يتبع. أما من دون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد. الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، الإمام الجليل، يقول: إذا وجدتم قولي مخالف للآثار فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويبقى في سؤال مشايخنا الكبار الليلة اللي هم داروا يجعلوك أنت تكون تبع لهم، وإن كان هم في الأصل أجلاء ومحترمين وعلماء وأفاضل، حري بنا أن نتعلم منهم ونستفيد ونتأدب بأدبهم ونستقي من علمهم ونسترشد بخلقهم وبمنهجهم. هذا كل ما في إشكال، لكن يبقى في سؤال: هل سيقبل العلماء أن نكون تبعا لهم؟ منو من علمائنا بيقبل؟ تقول له أنا بس تبع عليك أنت. يا ناس الكلام ده ما بيقولوا قدام المشايخ، لكن بوراهم يقولوا لمصالحهم هم ولأهوائهم هم. طيب، فأقول هذه قاعدة مقررة عندنا: الولاء والبراء يكون على المنهج، على المنهج السلفي. لا يكون الولاء والبراء على شخص بعينه. وهذا لا يعني ألا ندافع عن العلماء وألا نذوب عن أعراضهم إلى آخر ذلك. اثنين، يعني من مظاهر الفتنة، يعني المظهر ده أنت لو شفته في واحد تعرف أنه مفتون، الانشغال عن مجالس العلم وإعمار مجالس اللهو والخصومات. الشباب ديل الآن لو انت لاحظت لهم اللي افتتنوا وصاروا وقودا للفتن وكونوا مجموعات صغيرة صغيرة، واحدة بقى كل مرة تنشطر المجموعة لاثنين وتنشطر لثلاثة، وتلقى يقول لك قسم في مدني وقسم وين، كلهم ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وخمسات خمسات، مجموعات صغيرة صغيرة. الانشطارات دي كلها تلقى من سماتهم الانشغال عن العلم. يقول لك الدرس بتاعكم ما بنجي، كويس بتمشي وين؟ قاعدين بتونسوا، علم ما في،
انشغلوا عن العلم بمجالس اللهو والخصومات، قاعدين بيتغالطوا المسألة دي كده والمسألة دي قالوا فيها وما قالوا فيها وغلاط ومعلومة ما في، تركوا العلم للهو، قاعدين تحت العواميد، قاعدين بالفيس، واحد تلقى قاعد في الفيسبوك 24 ساعة ما بيمرق ذاته كله كله، لا نت بيقطع لا كهربته بتقطع، بس قاعد جوا. ده شنو ده؟ ده العلم بتاعك وين؟ امشي مجالس العلم اتعلم. انت شاب يافع لسه، انت صغير، ممكن تتعلم وتخدم بلدك وتخدم نفسك وتخدم اهلك. تعلم يا اخي، مش اجلس احفظ كتاب التوحيد وانطلق في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بما تعلمته. لكن يقعد يقول لك لا لا تجالس هؤلاء الشباب، ما تمشي لهم تاني. طيب بتمشي وين؟ يمشي ترزع في بيتهم بيقول. طيب ثالثا، التثاقل عن الدعوة والمسارعة، التثاقل عن الدعوة والمسارعة في الفتن. في شباب لما تجي ساحات الدعوة النقية، المحاضرات، الدروس، الخطب، الحلقات العلمية والرحلات الدعوية، لما تجي ساحات الدعوة النقية مكان البركة والأجر والخير، ما بيجوا. أول ما تناديهم يقول لك لا لا والله ما فاضين الأيام دي. أول ما تجي فتنة ويجي مجلس من المجالس فيه مناقشة موضوع من مواضيع الفتن والتحاريش بين الناس، تلقى أول واحد سريع في الفتن. ودي أمثلة ونماذج. شيخ أحمد ده عنده تجارب مع الجماعة اللي انفلتوا ديل، بعدين ممكن يمتعنا بحاجات، بيعرفهم كويس أكثر مننا. في ناس سريعين في الفتن يا أخواننا. الواحد منهم تجي في مجلس العلم تلقى كاتل حيله، والله في الدرس تلقى مضبلن وكاتل حيله، ممكن نص الدرس يكون ما فيه، ممكن ينوم. يا زول ده درس علم تنوم فيه؟ نايم تلقاه بيشخر ومريل منتكل في حيطة بغادي نايم. أول ما تجي الفتنة بجيك هنا قدام قدام وشايل موبايل وداري يسجل. مرضانين؟ ده مرض. طيب رابعا أو خامسا، رابعا التطلع للجديد والرغبة عن العتيق. الرغبة معناها الرفض والابتعاد، يعني راغب عن الشيء يعني ما داير. التطلع للجديد. في شباب انا بعرفهم، بس انتوا الليله خلوني من اسم زول، بس انا اكلمكم سايتو بعد ذاك شيلوا واربطوا الاسم براكم. في شباب الواحد منهم في الدعوه همه الجديد. لما تدرس كتاب التوحيد تصل الباب السابع يقول لك كده شوف لنا كتاب ثاني دارين جديد. كويس؟ بتطلع على الجديد. الناس بيتكلموا في الحلقة عن التوحيد، بلدنا مليانة شرك، مليانة قصائد خربانة، مليانة عقائد باطلة. الناس بيتكلموا عن التوحيد تلقاه بململ ويقول لك الحلقة دي مكررة، احنا ما دايرين ثاني نمشي. في ناس زي ديل، وده السبب اللي خلاهم ينفلتوا. كل ما ظهر إنسان جديد بدعوة جديدة هرعوا إليه طوال جارين، بس ما يصهر شيخ جديد، وخاصة لو جاي من برا لابس له طرحة، بس ده زوله الجديد الجديد. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الناس يهرعون للجديد، والجديد قد ينطوي على البلايا والمنايا. انت ما جايب خبر، جاري للجديد انت؟ شكده معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهله، وإياكم والبدع والتبدع والتنطع، وعليكم بالأمر العتيق. العتيق يعني شنو؟ أمسك في القديم. القديم ده متين ثابت قوي. هسه كان مشيت في السوق ده ولك الدولاب ده الدقة القديمة، وفي دولاب خشب جديد، العاقل بشيل ياتو القديم. الحديد القديم ده كان ادوك شاكوش ما بتلويه ذاته انت قوي عليك بالقديم الراسخ الثابت. علماء
كالشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين علماء الراسخين جذورهم سابطة في الأرض ومثمرة فوق تعلم منهم. لكن شباب تقال واحد داير لك كتاب جديد يقول لك في كتاب ظهر اسمه شنو كده ما تعرف التجديد يقول لك في الدين تجديد يا زول التجديد بتاع شنو؟ عليك بالأمر العتيق. طيب خامسا التناقض في المواقف وتقعيد القواعد المصلحية الآنية الاستعمال. من سمات المفتونين ومظاهرهم التناقض. واحد قال عنده تزكيات التصعفوق طبعا موضوع انتهى ده. زمان كان يدندن ويدغدغ حول مسألة ما تذكر الأسماء ولا تسب الصوفية وعمل لنا زنانة في أضاننا لا تسبوا والشباب دل يسبوا ويشتموا. أول ما جاء هو للكلام عن مشايخنا مو عنا نحن مشايخ سباهم سب شديد وعننا سب إلى المنتهى. طيب شوف التناقض. أنت ما قلت ما تذكر الأسماء ما قلت ما تنبذوا أمشي للحزبين شاكلونا نحن في الأول بأسباب لأسباب منها كلامنا عن السرورية الأخوان المسلمين وعن التكفيريين المفسدين في الأرض لما تكلمنا عنهم أمثال عبد الحي محمد الداك عبد الكريم وحمد الأمين إسماعيل وغيرهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. شباب يطعنون في العلماء ويتكلمون في العلماء ويطعنون في العلماء بعد ذاك أول ما جات الدائرة عليهم هم طوالي قام زولهم ورفع عقيرته وسب العلماء الحقيقيين سبا مقيتا نبذهم كلهم أساءوا لهم. طيب انتوا ما قلتوا ها ما دارين ذكر اسماء ولا دارين سب ولا دارين طعن انما هو التناقض. التناقض الصعفوق نزار قبل فتره يقول نمتحن الناس بالشيخ ربيع وعبيد ومحمد بن هادي الان مطلع فتوى اللي قال بيحذر فيها من المعهد بتاعنا قال واوصيك تاخذ العلم من الشيخ ربيع والشيخ الفوزان اظن والشيخ من والشيخ عبيد والشيخ البخاري وسكت. محمد بن هادي ما جابوه. من كان قبل ايام يا صعفوق بتمتحن الناس به في الدنيا تجي الليله في العلماء اللي بياخذوا عنهم علم ما تكتبوا. الى اين هذا التناقض؟ لماذا؟ ما السبب الذي جعل الشيخ محمد ابن هادي لا يؤخذ عنه العلم؟ لأنه تكلم في نزار وتكلم في الجماعة اللي معه. شوف التناقض. أيضا تقعيد القواعد المصلحية. القاعدة لمصلحة يضع لك قاعدة عريضة يقول لك الطعن في الشيخ طعن في من زكاه. هذه قاعدة مصلحية ولا مين مصلحية؟ وبيستخدمها طوالي ما يقدروا لأنهم طعنوا في الشيخ محمد بن هادي وهو طعن في من زكاه كالعلامة ابن باز وغيره. طيب نحن نصلي ونواصل إن شاء الله. نواصل من قطع من الحديث. أظن توقفنا عند المسألة السادسة من مظاهر الفتنة الانشغال بفضول العلم والعمل عن الأولويات. وهذا من تلبيس إبليس على بعض الناس لما فارقوا المنهج المستقيم شغلهم الشيطان بفضول المسائل وإن كانت هي مسائل علمية مهمة ولكن
هناك ما هو أهم منها، هناك ما هو أهم منها. فنحن من فترة خضنا معركة، مو معركة بالسلاح، لكن معركة علمية مع أهل الباطل من الحزبيين أشباه الأخوان المسلمين في هذه البلد. والمعركة مع أهل الباطل تكلف كثير من الجهد في تأصيل المسائل المنهجية التي تتعلق بمسائل الحزبية والولاء والبراء ونحو ذلك. ومع إنه في البلد يوجد هناك بلاء وشر أشر من الحزبية وأشر من بدع الإخوان المسلمين، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك له دعاة يؤصلون له بالشبهات ليل نهار. ولهذا انتبه، ما تشغلك المسائل التي تتعلق بالحزبية عن مناقشة الشرك وشبهات المشركين والرد عليهم ونشر التوحيد وتعليمه للناس، فهذا هو الأولى. ومن علامات زيغ بعض الشباب أنه انشغل بمسائل الحزبيات واهتم بها أكثر من اهتمامه بالتوحيد، دي تبقى مشكلة. ولهذا الشيطان قد يستعمل البعض ويدور في هذا الفلك، يكون داير موضوع كله الحزب فلان ده قال والرد على فلان والرد على فلان. أيوة ده طيب، لكن يكون بمقداره، أي حاجة عندها مقدار، وكل ما تجاوز الشيء حده يكون هذا من الغلو المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، يعني الإنسان الذي يغلو ويتشدد في بعض المسائل يدي أكبر من حجمها يبقى دخل في هذا الحديث، وهذا من علامات الزيغ. إذن الشباب ديل انشغلوا، وياريتهم انشغلوا بمسائل الحزبية فقط، لأنه في النهاية ده باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، كونك تحارب الحزبين وترد عليهم بالحجة والبيان، ده باب من أبواب الجهاد، وإن كان ذاك أولى منه. لكن انشغلوا بالرد على إخوانهم، بقت محاضراتهم، تلاحظ تلقى مكتوب على الفيسبوك وإعلانات منتشرة محاضرة يقول لك الدحر والزجر وما أدري شنو، منو أنت دار تدحر منو ودار تزجر منو؟ يقول لك الرد على مزمل وأحمد البدوي وشهاب وبكر ومنو، ما عارف يا زول، زجر عديل ودحر وسيل الجرار ولا ما أدري شنو، سيل جرار على ديل؟ معقول أنت لو عندك سيل جرار وفكيته زمان في الصوفية ديل ما كان مشكلتنا معاك انحلت؟ سيلك الجرار ده أكان من الأول قلت كده بسم الله وفكيته في الصوفية ديل سيلك ده وقمت عليهم، كان مشكلتنا معاك في شنو؟ مشكلتنا معاك أساسا إنه أنت قلت التصوف ده أنا ذاته ما واجب علي أناقشه. تجي التصوف كلمة ما دار تقول فيه، ما دار تملى خشمك ده بالكلام في الصوفية، وتجي تسوي فينا نحن السيل الجرار، والله سيلك ده إلا تكبه في البحر يا زول. السيل جرار عشان تعرف هذا من تلبيس إبليس، يشغلك إبليس بالمفضولات ده، لو مفضول ذاته، لو قلنا الرد والسيل الجرار بتاعك ده من فضول العمل ذاته، وده ما من الفضول، ده من الظلم والبهتان. ظلم، احنا ناقشناك في مسائل ووديناك تلفون، ده الراس بتاعهم ذاته، دقينا له تلفون قلنا له احنا بكره او بعد بكره حنجي ونعمل جلسه عن موضوعك، بنناقش موضوعك علميا، علميا تعال ناقش، ابا يجي، تجي الان تقول
وأنا يبرز لي ودار أناظرهم، ده من التناقض ذاته. اتناقشت أنا من الأول قلت ما بجوز المناظرة. ومما أغزق علينا إنه نحن بنرى أحيانا المناظرات لكسر شوكة أهل الشرك والبدعة، نحن بنراها ولم نخافنها، نراها في حينها وفي قدرها بالضوابط الشرعية المعروفة عند العلماء، نحن بنراها وندافع عنها. ووقت نخش المناظرة بنعرف إنه المناظرة دي إحنا دخلناها بضوابطها الشرعية نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وما عندنا مشكلة، أدلتنا معانا. أنت من الأول ما بترى المناظرات وخالفتنا في الموضوع ده، جو الليلة قالوا دارين مناظرة معانا نحن. يا أخي أنت مناظرة مع الصوفية ما دايرة، دايرة معانا نحن، وأنت والصوفي ما قدرت عليه، دارت ناظر أهل السنة كمان؟ الصوفي ما قادر تناظره ولا بتقدر تركز له، ولما في صوفي بيجيهم كلهم. انا اكلمك النصيحه، القاب قدر الدنيا، وهتلقى لقب المحدث فلان والشيخ فلان والقاب كبيره، ابو فلان يقول لك السلفي الاثري المطيري 60 لقب. والله لين فيك صوفي واحد ينجمك نجام، ونحن ما دارين انه ينجمك، والله دي ما بندور احنا كله، لأنه في النهاية داك صاحب شرك وإنت ما صاحب شرك، ونحن عندنا إنصاف في ديننا، ده عندنا إنصاف، ما بنحب انتصار صاحب الشرك على زول بيدافع عن التوحيد أيا كان، ما بنحبه، بنحب انتصار التوحيد أيا كان الزول. لكن يبقى ده تناقض، وشغلهم الشيطان بالسفاسف بل بالباطل عن الحق. طيب دي البعدية كم أنا ما مركب من هنا، سابعا مش ولا ثامنا، التلون في الدين من علامات الزيغ والفتنة، التلون. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. ما تتلون. قبل اليوم شباب كان عندهم هذه الدعوة، دعوة التوحيد المعروفة في الحلقات في المنابر في الجامعات في غيرها، عندهم هذه الدعوة وده نصرة الدين وهذا هو الحق. يجي الليلة يتنكر على الدعوة، يتنكر على اليوم، وقبل اليوم هو كان بناصرة، يجي اليوم يقول لك في ملاحظات على المناظرات بتاعتكم، وهو زمان كان بيكبر فيها وزادوا أكان بيكبر فيها، يجي اليوم يقول لك عندي بعض الملاحظات. ملاحظات بتاعت شنو؟ هذا من التلون. طيب أنا داري أمشي بسرعة. عداوة أهل السنة والشدة عليهم في مسائل اجتهادية، كويس، في مسائل هي محل اجتهاد عند العلماء، كمسألة تصوير الفيديو، مو التصوير عموما، تصوير عموما الغالب عند العلماء أنه محرم، وبعضهم أفتى إلا لضرورة. أما مسألة إلحاق تصوير الفيديو بالصور المنحوتة أو الثابتة، هذه مسألة قد يقال اجتهادية عند العلماء، منهم من قال بجوازها كالعلامة بن باز وابن عثيمين شيخنا سليمان الرحيلي وغيره، ومنهم من قال بتحريمها كالشيخ ربيع الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم. ومدام ما كانت المسألة عند علمائنا محل نظر واجتهاد، منهم من أفتى بهذا ومنهم من أفتى بهذا، فلننظر إلى سلوك العلماء فيما بينهم عند اختلافهم في هذه المسألة. انظر لسلوك العلماء، هل شنع الشيخ ربيع على الشيخ ابن باز او على الشيخ ابن عثيمين او غيرهم، وهل شنع الآخرون على هؤلاء؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأنهم يعتبروا هذه المسألة من المسائل التي تختلف فيها أنظارهم، فمنهم من يرى هذا ومنهم من يرى ذاك،
وفي المنهج السلفي إذا كانت المسألة كهذا لا يعقد عليها. شنو يا أخواننا؟ ولاء ولا براء. تلقى واحد أقام الدنيا سبا وشتما ولعنا في شنو؟ يقول لك هؤلاء يرون التصوير. طيب قول التصوير ده حرام، هل هذه مسألة تعادي عليها؟ يوالى يعاد عليها؟ وهذا من الخلل في المنهج. طيب أو أخطاء علمية، أقصد بالأخطاء العلمية واحد تلقى جمع عليك مجموعة يقول لك فلان ذاك عزى الحديث ذا إلى البخاري وهو ليس في البخاري، هذا وهم قد يحصل. واحد أثناء ما يتكلم يعز حديث يقول لك وجاء في صحيح البخاري كذا وكذا، والحديث ما في البخاري. أنا بسمع أحيانا في بعض الحلقات لأخواننا منهم أكبر مني ومنهم أصغر مني، واحد يتكلم يقول لك وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء، الحديث رواه الترمذي. أنبه عليه لكن ما بعاديه وأقول بكرة وهذا كذب على الإمام البخاري. كذب في شنو يا أخي؟ هذا وهم مو كذب. فرق بين كذب وفرق بين وهم في مسألة أحالي حالة غلط. أو يقول لك أنا والله واحد نبهني مرة أنا ذكرت الآيات قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل. الآية دي في سورة شنو؟ غافر. أنا قلت في سورة فصلت. واحد نبهني من أخواننا جزاه الله خير فاهم، ما أنا عزيت الآية غلط غلطت فيها، قال لي يا أخي الآيات لا ما في سورة غافر هي في سورة فصلت وأنا عارفها. لكن أثناء الكلام أحيانا الواحد شنو؟ يذهل عن معلومة معينة فيحيل حالة خطأ أو ينسب كلاما إلى عالم من العلماء ينسب غلط يحيل حالة غلط، أو قد يزيد في كلام العالم معلومة أو معلومتين يكون قرأ في موضع آخر، مثلا قرأت في تفسير آية عند ابن كثير قرأت في تفسيره شيء معين وبعد ذاك مشيت قرأت في عند السعدي في تفسير نفس الآية، بعد ذاك أجي أقول قال ابن كثير فأقوم أضيف كلام السعدي إلى كلام من؟ كلام ابن كثير. هذا وهم قد يحصل. هل ينبني عليه ولا وبراء وعدا؟ ما ينبني عليه، هذا يحتاج إلى تنبيه إنه المسألة دي عند فلان ما عند فلان. هذا كل الموضوع. أو مسائل تقديرية تختلف فيها الأنظار، أحيانا تكون المسائل بنوا عليها الولاء والبراء والعداء مسائل تقديرية، مثلا كتقدير إنسان قدر إنه المصلحة الشرعية أن يناظر شخصا معينا، قدرت المصلحة الشرعية إنه أنا بتكلم في مسجد وقام علي واحد صوفي وعمل ضجة في الدرس وخرب لي الدرس بتاعي، ونظرت إلى أن العامة بدأوا يصدقون أو خفت عليهم أن يصدقوا كلام ذلك الصوفي أو المبتدع، أنا خفت عليهم إنه يتأثروا به، والرجل بجرأة يطالب بالمناظرة، وأنا قدرت إنه الأفضل أناظره وأكسر شوكته وقمت ناظرته، وبعد ذاك أفرض إنه ما توفقت في المناظرة دي. أنا دي مش مسألة تقديرية، أنا قدرت صحيح ولا خطأ؟ أنا في الأول كان يبدو لي إنه تقديري صحيح، لكن بعد ذاك يتضح إنه تقديري شنو؟ خطأ، وكانت المفسدة أكبر وهذا غلط، لكن هذا خطأ تقديري يا إخواننا. والخطأ التقديري ما يبنى على عداء ولا براء، إنما يصوب الإنسان يقول له يا أخي كان تعمل كذا وكان تعمل كذا والأفضل والصحيح كذا، انتهى الأمر. كويس؟ فهم بيقدروا أو بيختلفوا ويعادوك في مثل هذه الأشياء نتيجة لإساءة الظن، ويضاف إليه تحميل الكلام ما لا يحتمل، تحميل كلامك ما لا يحتمل. كويس؟ أخيرا تحليل المواقف والكلمات بالظن والهوى. انت عندك كلمة معينة ما تقصد بها الا خير،
يقلبوا الكلمة ويحللوها غلط. وده اللي شغالين به الآن مع بعض أهل العلم السفهاء من الساقطين الصعافقة، يحرف ويقول العلماء ما لم يقولوا، ويشتغلوا بمبدأ التحريش. لو الشيخ محمد قال له كلمة معينة نصيحة لطلاب العلم لئلا يفتتنوا وينخدعوا بالصعافقة، أخذوا هذه الكلمة ومحوروها وحولوها وزادوها ماء وقلبوا الكلمة، جعلوها في المشايخ الكبار من باب التحريش. أنا والله قالت لي كلمة ناشرة واحد اسمه ذاته أنا ما حافظه، ولا أنتوا ذاتكم بتستفيدوا منه حاجة، منو كده اسم غريب كده. المهم ده كاتب له مقال كامل أنا بقرأ فيه ظاهر عبارة عن تحريش، بيتعاملوا مع المشايخ وكأن المشايخ صبيان، بحرش واحد على الثاني ظاهرة جدا، ده تحريش فارغ وتحميل الكلام ما لا يحتمل. الشيخ محمد معروف باحترامي لأهل العلم، اللي أكبر منه واللي أقل منه يحترم ويقدره، بل يحترم طلاب العلم الصغار فضلا عن الكبار. أنا مشيت قابلته وزرته هناك، والله الطريقة اللي سلم بها علي مش اختصاصا لي أنا، قد ما يكون عارفني ذاته الوقت ذاته، لكن اللي رأيته بسلم بي علي أنا وعلى طلاب العلم اللي قابلهم طريقة قمة في الحفاوة وقمة في التوقير لصغار الطلاب فضلا عن الكبار. يجوا الآن يمحوروا الكلام عشان يحولوه إنه يطعن ويغمز الأكابر ويطعن فيهم، هذه من التحاريش وهذا من الباطل. بل أخيرا وتحري الكذب الصريح، الكذب الصريح. أولاد الصعفوق نزار ناشرين مقطع علينا، أنا قاعد أضحك لما شفته والله جد، مناظرة قديمة جدا. أنا وقت عملت المناظرة دي هم ذاتهم كانوا الناشرين المقطع ده، هم ذاتهم كانوا معانا، كنا أنصار سنة كلنا الوقت ذاك. عملنا مناظرة أظن 2012 لو ما خانتني الذاكرة أو 2011 تقريبا في الأبيض جامعة كردفان أو القرآن الكريم في الأبيض، مناظرة مع الإخوان المسلمين، أنا كنت المناظر باسم أنصار السنة. كويس، لما ناقشت الأخ المسلم الصوفي تبع حسن البنا وسيد قطب بدافع عنهم، وشردت له عقائد سيد قطب من إنكاره للعرش والميزان وطعنه في الأنبياء وطعنه في الصحابة وقوله بخلق القرآن وإلى غير ذلك من البدع الكبرى، سردت له الأقوال دي كلها والأقوال الشنيعة في حق الأنبياء وفي حق الصحابة. بعد ذلك قلت له لو، لأنه قال لي أنت بتدافع عن ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، قلت له لو ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بيقولوا زي ده، يعني يسبوا الصحابة ويلعنوهم، يسبوا الأنبياء ويشتموا الأنبياء وكذا، قلت له لو بيقولوا زي ده يطير ابن تيمية ويطير محمد بن عبد الوهاب. انت عارف ده عملوه كيف؟ قطعوا الاخيره دي بس 6 ثواني يا ناس، في زول بيتكلم 6 ثواني في جمله مفيده في 6 ثواني، الناس ما بخاف والله 6 ثواني قاطعنا، يطير ابن تيميه ويطير محمد عبد الوهاب، ورفعوه وعد رافع في الموقع، ورسل له وعدي من طلاب العلم الكبار انا اعرفهم ومشايخ، قال لهم شوفوا ابو بكر اداب يقول يطير ابن تيميه يقول يطير محمد عبد الوهاب، ده بيخاف الله؟ والله نحن في الساحة دي ناقشنا وجادلنا وكلمنا مع ناس من كل صنوف أهل البدع، من النصارى مرورا بالشيوعيين كلهم لأخوان المسلمين لغيرهم، ما بنجيب لنا زول بنحرف كلامه ولا بننقصه له، ندي كلامه زي ما هو. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولا يجوز الكذب حتى على الكفار، ما بجوز يا أخي، ما بجوز تقول أبا لهب كلاما لم يقله. وقال الشيخ ربيع أيضا نفس هذا الكلام، ما يجوز الكذب ولا على الكفار. تجيت عشان بيني وبينك عداوة، وعداوة أنت على باطل،
تجي تقطع كلامي، تقطع جملة، عجز الجملة تشيله برا، صدر الجملة تشيله، تجيب عجز الجملة؟ معقول؟ هو في زول يا أخي في زول السلف بيقول يطير ابن تيمية ويطير محمد عبد الوهاب كده بس؟ ليه سببه شنو ابن تيمية؟ ماله سوى شنو ذاته؟ عشان تعرف الجماعة ديل ليس لهم سلاح إلا الكذب. طيب أخيرا أنا بمر بسرعة يا إخواننا لأنه داير ما دار أجور الزمن، والشيخ أحمد ده يعلق الحلول المعالجات شنو المشاكل دي كلها؟ دي مشاكل يا إخوان، ودي بتلقاها ممكن ملمومة في ناس أو متفرقة، تلقى دول عنده ثلاثة أربعة والباقيات ما عنده، تلقى واحد عنده خمسة ستة، فواحد تلقى عنده كلها دي، تلقى عند زول واحد بتلقاها ملمومة ومتفرقة. عشان كده أنا ما سميت لك واحد إلا واحد واثنين كده بأسمائهم كويس، عشان أنت تشوف الجلابية دي اللي بيلبسها منه، واللي بيلبس نصها، اللي بيلبس الكم براو، بيلبس الجيب وخلي الباقي، المهم دي جلابية من مظاهر أهل الزيغ والفتن. الحلول، أولا السرد سردي بس، الحرص على تربية النفس بالتوحيد. التربية دي يا أخوانا أساس التوحيد والله. الناس ذيك لما حقدوا وملأوا قلوبهم بالغل، السبب ما رضوا بقسمة الله التي قسمها لعباده. دي المشكلة كلها، تقال وين؟ ربنا قال هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يا اخي ما رضوا، زول الله علمه، وداك الله اداه قروش، ودا الله اداه بيت، وداك الله اداه ارض، وداك الله اداه حمار بيركب عليه. يا اخي انت حاسدهم في شنو يا اخي؟ ما تخلي اللي عنده حمار يركب في حماره، واللي عنده ارض يمشي ارضه، واللي عنده علم الله اداه. اسال الله يديك يا اخي. المعارضه اول شيء بالتوحيد، التوحيد ده ما يبقى كلام في الحلقات، براها اتكلم في الحلقات هاي، لكن طبقوا في رقبتك دي، طبقوا في رقبتك دي انت، ده التوحيد اول العلاج. وبعد ذلك بالسنه وتلاوه القران وتعلم السيره. تعلم السيره يا اخي اقرا، شوف اثار الصحابه كان كيف، فاقرا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، اقرا شوف اخلاقهم كانت كيف، اخلاق قمه الرقي والاحترام، والاحترام للسنة واحترام إلى بعضهم وتقدير إلى بعضهم. يا أخي سبحان الله، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، واحد جاء دخل المسجد وسب الزبير وطلحة وعلي بن أبي طالب، دخل سعد لقاه بيتكلم، فالتفت لواحد جنبه قال له أنت واقف وده بيتكلم كلام زي ده، ما تدافع عنهم عن الصحابة دي، ما تدافع عنهم. داك سكت، سعد يتوضى ودعا عليه. شوف الصحابة نصرتهم لإخوانهم كيف. انت ما في علم الخسة، ما تبقى زول خسيس. انت يا اخي انصر اخوك ولو على ظهر الغيب، بظهر الغيب. سعد دعا عليه، قالوا في المجلس داك دخل بعير، شال زول داك ضرب الواطة في البلاط وسحكوا بصدره ده لحد ما قتلوا في محله ديك. الناس بيجوا ماشيين ورا سعد، قول له هنيئا لك يا ابا اسحاق قد اجيبت دعوتك. ابن كثير علق عليها، قال وهذه كرامه مشتركه بين الداعي وبين المنتقصين. بين ديلك اللي انتقصهم الزبير وطلحه وعلي، وبين سعد، ده كرامه قال مشتركه حقت الاربعه دي مع بعض. دي الناس عندهم اخلاق، يتعلموا الاخلاق صح. الزول يا اخي ما تبقى اخوتك مع اخوك اخوه زي ما بقول لك بتاعت وش بس، لما تشوفه احترام وتقدير وما شاء الله وده اخونا فلان، لما تمشي بوراه وتتكلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعه ان يكون الناس اخوان العلانيه اعداء السريره. قدامك ما شاء الله، زيك يا فلان، كيف اخبارك، مشتاقين. وكذاب ما مشتاق لك ولا اي حاجه، كذاب. اخوان العلانيه قدامك احسن زول انت، وبوراك يطعن ويغمز ويسب ويلمز، لا خير فيهم. ناس زي دي لا خير فيهم. طيب
معلش يا اخوان انا والله الليله زعلان بعدين عندي مصران وكده قوم علي بكورك زي ده بس مشوا علي. طيب اثنين تقوى الله عز وجل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فزول اللي بيتقي الله ربنا بيجعل له مخرج في الفتن. اصل الفتن دي دايره تقوى، اكان ما عندك تقوى الكون بيشيلك، السيل ده بيجرفك بيشيلك، لكن التقوى تنفع الانسان. الحرص على العلم ومجالسة الأخيار أو ومجالسة الأخيار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله يا أخوانا شفت في زمن البلاوي دي أحرص على أخوك المستقيم. دي وصية أنت بتلقاها بعدين ربنا بينفعك بها. شفت عند الفتن شوف أخوانك الصادقين وابقى جنبهم، أبقى مع الصادقين ربنا بيعصمك. يعني ربنا وصانا كده قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب رابعا تعلم قواعد السلف المنهجية والعمل بها، ودي قد يطول شرحها. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. زول بيمسك في قواعد السلف يتعلم ويدين بها ينجو عند الفتن. الإكثار من الدعاء بالهداية كقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وغير ذلك من الدعوات. منها الحديث استدل به ابن حجر لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج قال ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا. قال وفيه الندب إلى الدعاء في الفتن، وفيه الندب إلى الدعاء في الفتن. حذيفة رضي الله عنه بالله شوف التعليق ده كيف في زمن حذيفة، ده زمن الصحابة وبداية زمن التابعين، ده زمن كان زمن خير وبركة استقامة. قال نحن في هذا الوقت في حاجة إلى دعاء على الثبات كدعاء الغريق. زول غرقان دعاءه كيف؟ ها؟ دعاء الغريق. ده زمن يا تو يا ناس، ده زمن حذيفة رضي الله عنه، وإن شاف زمننا ده يا ناس. طيب الدعاء. سادسا أخذ العظة من حال من فتن. اتعظ، ما تخوض التجربة أنت كل مرة، اتعظ بحال من فتن. إذا شفت من الناس من افتتن بسبب غروره بنفسه أو بسبب مجالسته لأهل الباطل أو بسبب إعجابه بعلمي أو لغير ذلك فاتعظ، وكذلك خذ بمواعظ القرآن والسنة ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أخيرا الاجتهاد في نصرة دين الله بتطبيقه والدعوة إليه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الزول اللي بيجاهد في الله وبيخلص في هذه الدعوة ربنا منجيه عند الفتن. قال تعالى عن ذي النون عليه السلام فلولا أنه كان، انتبه لذلك زمان، كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فعملك الزمان الله بينفعك به في وقت الفتنة. أنا أكتفي بهذا القدر وأتيح المجال لأخينا الشيخ أحمد يعلق بما فتح الله عليه. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وأنا أعتذر الليلة كوركت شديد، معليش أخواننا عفوا علي لما نسخي نصه كذا. جزاكم الله خير.